أعزائي الطلاب، سنبدأ الآن بشرح الفصل الثالث. بداية بالفصل الثالث، طبعا أنتم بتعرفوا الفصل الأول كان عنوانه المجموعات والفترات، والشابتر الثاني كان العمليات الجبرية الأساسية. الآن نتكلم عن الفصل الثالث، بدأنا فيه اللي هو فيه يحتوي على المعادلات الخطية والمعادلات التربيعية والمتباينات الخطية والمتباينات التربيعية. اليوم نتكلم عن المعادلات الخطية. المعادلة الخطية، ما معنى معادلة خطية؟ مثلا هذه اسمها معادلة خطية، لماذا؟ لأنها تحتوي على إشارة مساواة، إذا كان فيها إشارة المساواة تسمى معادلة. ولماذا سميت خطية؟ لأن X هنا للأس واحد، المتغير X مرفوع للأس واحد، يعني ما فيش تربيع ولا تكعيب، الأسس واحد، إذا كانت هاي بسميها خطية. الآن ما معنى حل المعادلة؟ حل المعادلة معناه إيجاد قيمة X. حل واحد يقول لك هنا حل المعادلة، شو معنى حل المعادلة؟ يعني ما هي قيمة X؟ كأنه بيقول لك جد قيمة X، نفس المعنى. حل المعادلة يعني معناها جد قيمة X التي تجعل الطرفين متساويين، يعني تجعل الطرف الأيمن يساوي الطرف الأيسر للمعادلة، هذا الطرف الأيمن وهذا الطرف الأيسر. بدنا نشوف ما هي قيمة X التي تجعل هذا الرقمين متساويين. فماذا نفعل؟ الآن ممكن استخدام الخاصية الأولى والخاصية الثانية، يعني بإمكاننا نضيف للطرفين أي رقم ثابت. الخاصية الثانية بإمكاننا نضرب أي أو نقسم الطرفين بأي عدد بدنا إياه، بس بشرط ما يكون صفر. فمثلا لو جينا نطبق هاي الخاصيتين، هون في عنا X منبسط، أول شيء بالبداية في تبسيط، نعم هون في X وهنا في X، نقدر نجمعهم مع بعض، هاي 1X ناقص 5% X بصفي 95% X. اطرحوهم طرح، 1 ناقص 5% بيساوي 95% X، وهون ناقص 20 وهذا الرقم. الآن كيف بدي أتخلص من العشرين هاي؟ بضيف هون 20 وبطرح وبضيف على الجهة الثانية كمان 20، مشان تروح بصير سالب 20 زائد 20 صفر بتروح. فهون بصير عندنا الجهة هاي 1690 زائد 20 بصير 1690 بصير 1710. 1690 زائد 20 1710، هاي يمكن خطأ، هون بتسووها 1710. طيب الآن بنقسم الطرفين على 95%، من هون على 95% زي ما احنا عاملين هون، وهون على 95% مشان تروح مع بعض، بصفي عنا الجواب 1800، هاي قيمة X. نيجي على السؤال الثاني، وممكن نتأكد منها ونعوضها في المعادلة بالأعلى بتبين انها صحيحة، يمكن تعويضها زي ما احنا شايفين فوق بالمعادلة، هون عوضناها طلع الطرفين متساويين، بإمكانك تعوضها تلاقي ان الجهتين متساويات زي ما انت شايفين هون 1690، والجهة الثانية كمان احسبوها بالآلة الحاسبة بتلاقي جواب 1690. اذا الحل 1800 هو حل صحيح لانه يجعل الطرفين متساويين. نيجي نشوف المثال الثاني، المثال الثاني كمان معادلة خطية أخرى لكنها في أقواس، والمتغير هنا X، المتغير في هذه المعادلة هو X، نريد إيجاد قيمة X التي تجعل الطرفين متساويين. في البداية منبسط، نوزع على الأقواس، 3 تتوزع على القوس وسالب 2 تتوزع على القوس، صارت عنا بهذا الشكل. جمعنا الحدود المتشابهة، مثلا عندنا هون 7X وعندنا هون 2X، بنجمعوا مع بعض بصيروا 7X ناقص 2X 5X، وهون في عنا سالب 9 وفي عنا 5، اجمعهم مع بعض بيطلع سالب 4. إذا صارت معادلة أسهل، نطرح من الجهتين 3X، من هاي الجهة نطرح 3X، من هاي الجهة كمان نطرح 3X،
شو بصير؟ بصير عندنا 3x مع 3x بتروح، بضل سالب 4. وبعدين بنطرح من الجهة الثانية 3x، بصير عندنا 5x ناقص 3x 2x زائد 2 يساوي، هاي 3x مع 3x بتروح، بضل سالب 4. الآن كيف بدي أخلص من هاي الاثنين؟ بطرح من هون 2 ومن هون 2، زائد 2 بتروح مع الناقص 2، بضل هون 2x يساوي سالب 6. اجمع هدول سالب 4 وسالب 2 سالب 6. كيف بخلص من هاي الاثنين؟ الآن آخر شيء هون بينهم ضرب، بين هاي وهاي في ضرب بين 2 والاكس. كيف نتخلص من 2؟ نقسم على 2 على الجهتين، بتروح 2 مع 2 بضل اكس يساوي سالب 3. هذا هو الحل، هي سالب 3 هذا الحل. الآن بإمكاننا نتأكد منه، لو عوضنا بالطرف الأيسر بالمعادلة، هاي الطرف اليسار عوضها بالآلة الحاسبة، احسبها هدول كلهم، حيطلع الجواب سالب 31. هاي الطرف اليسار. نحسب الطرف اليمين في المعادلة الأصلية من السؤال الأصلي. الطرف اليمين اللي هو right hand احسبه، عوضنا سالب 3، سالب 3 ناقص 3 سالب 3 سالب 6، في 3 زائد 5 طلع نفس الرقم اللي هو سالب 13. هذا يعني أن المعادلة صحيحة. وهكذا هاي المعادلة الثانية الأخيرة بإمكاننا مثلا إذا بدك أنت توحد المقامات زي ما احنا عاملين هون، بصير أخذت توحيد المقامات، بصير كسر واحد بعدين تضرب ضرب تبادلي، يعني هاي وحد المقامات ضرب ثلاثة، أو أنه طرح الكسور. هاي السؤال هذا فيه كسور، هذا السؤال يحتوي على كسور، عادي نقدر نتخلص من الكسور. x زائد 2 ضرب 3، بعدين 2 ضرب x و2 في 3 6، صارت عندنا أسهل. ضربنا هون الطرفين ب 6، 5 في 6 30، وهي الجهة زي ما هي. الآن بنوزع الثلاثة على القوس، صار عندنا بهذا الشكل ناقص 2x. هلا في أشياء بتنجمع مع بعض، مين هما؟ 3x و2x بيصيروا 1x، 3x ناقص 2x 1x زائد 6 يساوي 30. ممكن ننقل الستة أو نطرح من هون 6، نطرح من هون 6، بتروح الستة مع الستة، بضل x يساوي 24. 30 ناقص 6 24. بالنسبة للمثال الرابع هون طالب قيمة n، نفس الطريقة انقل لما تخلي n لوحدها بطرف. اما بالنسبة للسؤال هذا x يساوي 24 هو الحل. 24 ممكن تأكد منها بسهولة، 24 زائد 2 26، على 2 13 ناقص هون 24 على 3 8، 13 ناقص 8 5، نفس هذا الرقم. إذا هي صحيحة. سنؤجل المتباينات الخطية إلى فيديو آخر، وشكرا لاستماعكم.